صوت بيك ياسمين راحت فين؟ مساء الخير على كل متابعينا ومتابعي جريده الوطن في كل مكان. احنا دلوقتي معاكم في لايف جديد. اللي قدامكم دي ما تستغربوش، دي بيك ياسمين زي ما انتم شايفين، لابسه العبايه السوداء ولابسه حجاب. ظهور مفاجئ الحقيقه، كلنا يعني انا اول ما شفتها بقول مين دي يا جماعه؟ هل دي بيك ياسمين اللي كلنا عارفينها بعضلاتها؟ فين العضلات وايه قصه الحجاب؟ انا عرفت كلها دلوقتي كل التفاصيل عن البيك ياسمين والظهور المفاجئ اللي حصل النهارده بالحجاب والعبايه السوداء. عامله ياسمين؟ الحمد لله. انت البيك ياسمين ولا مين؟ اه والله انا البيك ياسمين يا جماعه. والله انا لا اله الا الله. ايه اللي حصل يا ياسمين؟ بص يا جماعه، اللي حصل ان انا عندي دور في الفيلم، تمام؟ كان مطلوب مني فيه ان انا اطلع بعبايه وطرح. حلو. انا لقيت ان ده الوقت المناسب لرد. ليه بقى؟ كل الناس قاعده تهاجمني في موضوع الهرمون، كله طالع يتفزلك يقول لك ملامحها بقت رجوليه، كله طالع يتفزلك يقول لك شكلها الاول اتحول عن شكلها دلوقتي. انا طلعت باللوك ده عشان اقول لهم انا ولا شكلي اتغير ولا ملامحي اتغيرت ولا شكلي اتغير، ما عرفتوش زي ما انتوا عاملين عليا رياكتات. انا شكلي زي ما هو بالظبط. الصوره اللي انتوا شفتوها بالحجاب كانت من 15 سنه، واظن شكلي النهارده هو نفسه اللي من 15 سنه. مفيش حاجه فيه اتغيرت خالص، ولا بقى في قصه هرمون، ولا في قصه ان ملامحي بقت ذكوريه. لا، هي الفكره كلها ان انا شكلي بالحجاب غير شكلي من غير الحجاب نهائي. هو ربنا خلقني كده. يعني انا ما اعرفش انتوا استغفر الله العظيم كل حاجه بتعترضوا على خلقه ربنا فيها ليه. هو انا ربنا خلقني شكلي بيتغير، دي حاجه فيا مش مشكلتي. بس اللي انا عايز اوصله، ولا ملامح الوش اتغيرت، ولا عظم الفك اتغير زي ما الناس بتقول، ولا ملامح وشي بقت ذكوريه. لا، شكلي بالحجاب هو هو. وانا طلعت بس عشان اقول حاجه واحده. الناس اللي بتخش تنتقد وتقول الكلام ده، انا بعد اللحظه دي مش عايزه اسمع حسكم في اي حاجه نهائي، ولا اشوف لكم فيديو عليا، ولا اسمعكم بتتكلموا عليا، ولا حد يخش يعمل لي كومنت. الموضوع منتهي. انا لما بحب اقطم موضوع ما بقطموش بالكلام. انا كنت قادره اطلع اول ما طلعت خالص وقلت الكلام ده، كنت قادره ان انا اطلع اعمل المنظر ده واقول لكم هو شكلي وما اتغيرش. بس انا مش هلبس الحجاب كمنظر ليكم. يعني انا مش هطلع اظهر بحجاب عشان افرحكم ان انا شكلي هو هو، لان انتوا لا تعنوا لي اي شيء. انا استنيت لما يجي حاجه ينفع ان انا اظهر فيها بالحجاب، او يبقى مطلوب مني ان انا اظهر بالحجاب، لان الحجاب مش لعبه ان انا البسه اتصور بيه عشان ارضيكم او عشان اعجبكم. تمام؟ دي اول نقطه. فده ابسط رد انا ممكن ارد بيه على كل اللي بيقول العضلات والهرمونات والدنيا. لا والله، انا لو عايز اهو، انا متصالحه مع نفسي جدا. انا لو عايز اخلي عضلاتي ما تبانش ما بتبانش اهو، عادي جدا. ولا عندي عضلات، ولا عندي ملامح ذكوريه، ولا عندي شعر قصير، ولا اي حاجه، طبيعيه خالص ولا حاجه جميله. هو ده التصالح بقى مع النفس، ان انا عضلاتي متصالحه معايا، بتحبني غصب عنكم رضيتوا او ما رضيتوش، هي بتحبني وانا متصالحه معاها. اما بقول لها ظهري بتظهر وتبقى قد كده وببقى ماشيه عامله كده، اما بقول لها اهدي بتهدى وبتاخد شكل اللبس اللي انا لابساه. فولا كل الكلام ده بيشغلني. انا برضو طلعت عشان بس اثبت نقطه، ان انا لما بحب ارد ما بردش بلساني، انا برد بافعالي. انا برد بافعالي، ما بردش بلساني. والبني ادم افعال مش كلام. انا مش ماسكه شاشه لاب 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 كتابه، بقي مش شغال 24 ساعه رو 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 بتكلم عن الناس. لا، انا لما بحب بدي بدي بجد. واظن اللي انا عملته النهارده ده اكبر ضربه قلم لاي حد من الرفيع من التخين، من اللي في المجال مش من اللي في المجال، كابتن غير كابتن. شابوه، انت ولا بتعرف اي حاجه ولا بتفهم اي حاجه، واللي انا عملته النهارده ده اكبر ضربه قلم ليك. فانت لو طلعت بعد كده اتكلمت عليا، انت شخص بتقل من نفسك، اقسم بالله حرفيا. سواء انت واحد او واحده هتبقوا بتقلوا من نفسيكم. انا كان ممكن اطلع اتكلم، كان ممكن اطلع اشتم، كان ممكن اطلع اكتب كلام، كان ممكن اعمل حاجات كتير قوي، بس مش ده ردي. العظماء دايما ردهم بيبقى كده، بيردوا بالافعال مش بالكلام. انتوا بتوع كلام، بتوع لسان، بتوع كتابه. انا ولا بتاعت كتابه ولا بتاعت كلام، انا بتاعت جيم وبتاعت افعال. البني ادم بافعاله مش باقواله. دي اول نقطه. تاني نقطه، الناس اللي بتقول لي انت اتحجبتي ومبروك على الحجاب، يا جماعه انا مش معترضه على الحجاب، هنيجي دلوقتي. بس انا ما اتحجبتش الاول. بس العضلات راحت فين؟ انا عضلاتي متصالحه معايا. اما بقول لها تعالي بتيجي. انا منزله فيديو اول امبارح بالليل من الجيم وكل العضلات باينه عندي. مش معقول ان انا نزلت من اول امبارح بالليل للنهارده الصبح.
اكيد لا، بس هي عضلاتي متصالحه معايا زي الصوره اللي انتوا شفتوها برضو قبل كده اللي انتوا بتعلقوا عليها بتاعت الحجاب. انا برضو كان عندي عضلات بس كانت متصالحه معايا كده وما بتبانش. هي عضلاتي بتعمل معايا كده، باني بتبان، اكبري بتكبر، اصغري بتصغر. هو ده اللعب اللي انتوا ولا فهمتوه ولا هتستوعبوه طول عمركم، بس انا عارفه انا بلعب ازاي. ده رد على اي حد بيقول ان انت باخده هرمونات. ده الرد على اي حد بيهرف اي حاجه ومش لاقي اي حاجه يعملها غير انه يتكلم. فما تتكلمش تاني خلاص، مش مسموح لك انك تتكلم تاني بعد النهارده، الموضوع انتهى. الحجاب بقى وايه ده؟ الحجاب ده دور في الفيلم، تمام؟ يعني هو دور في الفيلم. بص بقى، انا عايزه حد بطل من ظهر بطل يطلع لي فرق في الصورتين اللي من 15 سنة ومن دلوقتي. تمام يا بتوع، شكلي اتغير ما عرفتوش، شكلي ما اتغيرش وعرفتني اهو. يعني هو ده ردي. حتى بعد ما لبست الحجاب احنا دلوقتي موجودين في الشارع والناس عارفاني برضو. طه برضه ايام موت طه بيك ياسمين كله عرفني برضو رغم الحجاب. مفيش حد معرفنيش يا جماعة، من غير عضلات ومن غير شكل. بس الحمد لله حب الناس ده حاجه جميله قوي 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 قوي، واحلى حاجه في الدنيا ان الناس تبقى بتحبك بجد. دي احلى حاجه في الدنيا. انت بقى بعضلات هيحبوك، بشعرك هيحبوك، بالطرحه هيحبوك، لكن لو انت شخص مش محبوب، انت لو عملت ما في الدنيا والله ما حد هيبص في وشك. الحب ده بيبقى من عند ربنا، ده بياض بياض من اللي انتوا ما تعرفوش عنه حاجه، حتى الريحه ما عدتش عليكم ريحته. تعليقات الناس كلها انا شايف قمر عسل والله يا ياسمين. ايوه يا جدعان، عشان انا ملامحي مش رجول، اظن انا شعري هما طويلش ومش حتى ميك اب كده بنت، ومش حتى ميك اب، عشان برضو الناس ما تقولش اصل الميك اب بيغير الملامح. انا مش حتى اي حاجه ولا كريم حتى ولا اي حاجه ولا كريم حتى ولا في تصوير الفيلم حطيت اي حاجه. انا طالعه في تصوير الفيلم زي ما انا كده، وطالعه عشان ادي رساله لكل شاب واحد او واحده، لان دول اصلا مش بني ادمين بالنسبه لي، دول اشباه بني ادمين. فكل شبه بني ادم طلع اتكلم بعد النهارده سكم بكم، مش عايز اسمع حسك تاني، مش عايز اسمع كده. الموضوع منتهي. انا بحب لما انهي حاجه انهيها بقطعه، ما نهاش بالكلام، الكلام مفيش اسهل منه. سمعت النهارده ان انت ضربت ناس وكسرت النهارده كان في دور اكشن، وخطفت عيال، عملت حاجات كتير النهارده. الفيلم كان فيه دور اكشن، تمام، كان فيه دور ضرب اكشن، وكان فيه دور خطف طفل، وان شاء الله لسه فيه مشاهد تانية كتيره تتصور، لسه عندنا تصوير لحد بالليل. فالحمد لله، يعني الحمد لله ربنا وفقنا في تصوير الجزء الاولاني من الفيلم، وان شاء الله يا رب الفيلم يكمل على خير باذن الله. كلميني اكتر برضو عن تفاصيل دورك. مشاهد النهارده ان شاء الله. اخر مشاهد النهارده يا جماعه، بس اخر مشاهد النهارده في الفيلم. كلميني اكتر عن دورك، اسمك ايه في الفيلم؟ نوره. طالع بقى بدور ايه؟ يعني بخطف عيال واكشن وكده ولا ايه بالظبط؟ دور اكشن وبخطف عيل صغير. فباذن الله في مجال التمثيل هبقى نمبر 1 في البنات، عشان ملناش عيب محمد رمضان، هو في الرجاله، انا هبقى في البنات ان شاء الله باذن الله. في الاغاني باذن الله برضو هبقى نمبر 1، ان كان شعبي ان كان حزين باذن الله. الفتره الجايه هتقولي في كل حاجه، اي حاجه بتضايق ظهوري فيها انا هظهر فيها. هو انا من النوع اللي لما بقتنع بحاجه وبعملها ما برفضهاش تاني، بس انا شايفه ان طبيعه لبسي حاليا هي محترمه جدا، وما بلبسش اي حاجه ملفته، رغم ان في بنات محجبين بيلبسوا اكتر لبس ملفت في العالم واسمهم محجبين. انا مش عايزه ابقى من الفئه دي، انا عايزه ابقى من الفئه اللي لو لبست الحجاب لبست حجاب بجد، لا لبست حجاب التزمت بيه بلبس طويل وبلبس محترم وبلبس واسع، مش حجاب اللي مطلعه نص شعري ولابسه قصير ولابسه ضيق على حجاب، مش هينفع. الفيلم طالع بس في التوك توك بس بالعبايه، بقيت الفيلم طالع بلبس الجيم بتاعه، وانا بخطف الولد بس انا طالعه بالعبايه، لكن في مشهد واحد بقيت الفيلم كله ترنجات. كله ترنجات، نفس لبس الجيم وجيم وكل حاجه زي ما احنا. الثبات على المبدا اهم من المبدا نفسه جدا. طبعا دي حقيقه. انا بقى بقول حاجه ثانيه، عشان انا ماشيه بمبدا طول عمري، يا جبل ما يهزك ريح، انا جبل، انتوا تعالوا كسروا طول النهار والليل فيا، وانا برضو جبل هيفضل واقف مهما انتوا عملتوا، انا هفضل باذن الله واقفه. لا مساس بالنقطه دي، انا كده كده باذن الله واقفه. الوحيد اللي في ايدينه يوقفني او يقعدني هو ربنا، اي بني ادم تاني على وجه الارض شفاف. فانا بقول العدد
الكبير اللي بيحبني، استنى الفترة الجاية بإذن الله هبهرك، والناس اللي ما بتحبنيش استنوا عشان الفترة الجاية هضايقكم أكتر بجد، والله ما هسيبكم.